والآن أجني لكم زهرة أخرى من حديقة الأزهار الجميلة، وهي الطالبة ضحى قريشي في روضة الأطفال العليا. ولدت في شهر ديسمبر سنة 2007 وعمرها 6 سنوات، وعنوان كلمتها العلم. ضحى قريشي طفلة كريمة خلقا، حليمة تبعا، طليقة وجحا، لطيفة صوتا، تساعد زميلاتها في الفصل، وهي راغبة في القصص القرآنية ومنشدة الأناشيد الإسلامية، صوت جميل، وهي تنهج بمنهج الأساتذة والمعلمات في المعهد الإسلامي العالمي مومباي. ورسالتها للجميع أن يتعلم كل صغير وكبير علوم القرآن والحديث النبوي. فهيا نستمع الآن إلى هذه الخطيبة الصغيرة ضحى قريشي. نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن ألقي أمامكم كلمات حول موضوع العلم. أيها الإخوة والأخوات، أنتم تعرفون جيدا أن العلم له وزن عظيم، وهو حياة القلوب وشفاء الصدور، وهو الفارق بين الشك واليقين والهدى والضلال. وبالعلم يعرف الإنسان ربه ويعبده، وهو أول الوحي في غار هراء، كما قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. سورة العلق، سورة رقم 96، آية رقم 1-5. والعلم صفة من صفات الأنبياء والرسل، كما قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. سورة البقرة، سورة رقم 2، آية رقم 51-100. والعلم من صفات المؤمنين أيضا، كما قال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. سورة آل عمران، سورة رقم 3، آية رقم 18. أيها الإخوة والأخوات، طلب العلم واجب على كل مسلم، كما جاء في حديث صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه ابن ماجه، حديث رقم 24-200. والعلم صدقة جارية أيضا، كما جاء في حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم، حديث رقم 31-600. والعلم طريق الوصول إلى الجنة والعلماء ورثة الأنبياء، كما جاء في حديث صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا
يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة تضع أجنحتها لظل طالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. حتى الغيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. رواه الترمذي حديث رقم 82 و600 بعد 2000. وصدق ما قال الشاعر: ليس اليتيم الذي قد مات والده، إن اليتيم يتيم العلم والأدب. أيها الإخوة والأخوات، هيا نقارن بين العلم والمال، أيهما أكثر فائدة؟ فكروا فيما قال علي رضي الله عنه لكميل بن زياد في نهج البلاغة: يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، المال قص النفقة والعلم يزداد على الإنفاق. يا كميل، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته وجميل الثناء بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. أيها الإخوة والأخوات، وزد العلم جهل والجهل ظلام، وله خسارة عظيمة في الدنيا والآخرة، وهو سبب لهلاك الإنسان أو فساد المجتمع، فإنه يفسد ولا يصلح، ويقرب ولا يعمر، وبه يكون رفيع النسب وضيعا، وعزيز القوم ذليلا، والمعصية أثر من آثاره، وثمرة من ثماره، وللجهل داء وقيم، ومرض وبيل، بينما العلم دواء وشفاء للعليل، فلا يستوي العالم والجاهل، كما لا يستوي الأعمى والبصير، كما قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. سورة الزمر، سورة رقم 39، آية رقم 9. وفي الختام، نسأل الله أن يزودنا بالعلم النافع، ويجنبنا من الجهل الضار. آمين يا رب العالمين. ربي زدني علما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.